لاباس عليكم، كلشي على خير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا النهار. اليوم ان شاء الله جيت نجد معكم الحمام بالبرقوق الغرني والمروزيه، كيجوا زوينين بزاف. كنتمنى انكم يعني تتابعوا الفيديو حتى الاخير، والفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، نمشيو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، البنات غادي نحتاجوا حتى 3 كيلو ديال اللحم الغنمي، غادي نحتاج قزبر ومعدنوس، عندي شويه ديال القرفه اللي غادي نحتاجها مع البرقوق، عندي شويه ديال المروزيه، عندي العطور بخمسه اللي هما القزبر، شويه ديال الخرقوم، سكنجبير، البزار والملحه، وربعه البصيلات، ونص كيلو ديال البرقوق. فغادي نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. غناخذو دابا الحيمه ديالنا، غادي نديروها في الكوكوط. غادي ناخذ القزبر نديرو غير القياس منه، وغادي ندير شويه ديال المروزيه على اللحم، حتى القياس ديال العطريه كامله، وغادي نضيف العطريه كلها. عندي هنايا قزبر، الخرقوم، سكنجبير، عندي البزار، وبالنسبه للملح درنا غير شويه ما عامراش، حيت اللحم الغنمي تيكون مالح. غادي نقليوه ان شاء الله، وغادي تطلق ديك الملوحيه ديالو. غادي نضيف البصله، دوك ربعه البصلات، ما غنضيفش الزيت، كما لاحظتوا راه ما درتش الزيت حيت اللحم الغنمي كتكون فيه الشحمه هي اللي غتطلق لينا هذاك الميدان. صافي، ودابا غادي نخلط المكونات. ودابا البنات غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء سخون، كما شفتوا درت ليه الماء سخون، غنضيفو من الجناب غير باش تقلى ليا اللحم. بالنسبه للبرقوق البنات، عندي هنايا كما قلت لكم نص كيلو ديال البرقوق، غادي نضيفو هو الاول على هكدا ديجا غسلتو. وعندي العطور، عندي سكنجبير الراس ديال المعلقه، عندي البزار حتى هو الراس ديال المعلقه، وقبيسه ديال الملحه غير باش نقولوا بسم الله وصافي، قبيسه ديال الملحه. وعندي هنايا شويه ديال القرفه اللي غادي نضيفها حتى للاخير، ما غنديرهاش معاها. عندي هنايا شويه ديال السنيده، غادي نضيف واحد جوج معلقات، وغادي ندير كاس الماء سخون، درتو سخون باش ما يعطلنيش، وغادي نخليه يطيب، غادي نحطه فوق البوطه وغادي نخليه يطيب على خاطرو، مني غيطيب عاد غنضيف القرفه حتى الاخير، وخليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. درنا غير شويه ديال القرفه حيت خوتي ما كيبغيوهاش بزاف، غادي نخليه يطيب واحد شويه. والحمد لله، ها هو كيف ما شفتو، ها هو طاب. انا دابا غادي نحطو، غادي تشوفوا الطبق النهائي كيفاش غادي يجي. صافي البنات، كما شفتو هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الطبق ديالنا اليوم، كيجي بهذه الطريقه هذه، كيجي زوين صراحه، المريقه ديالو معلكه، تيجي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما كنقول لكم ديما، اللي ما مشاركش في القناه ديالي دير اشتراك فضلا ولا سعمران، ودير ليا لايك وشي كومونتير اللي فرحني. وبسلام عليكم، وكنبغيكم بزاف، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. بسلامه.